بورتال فيه كنا بنعلق عليه. رقم واحد البيترس بتاعه هو مفتوح ولا مقفول. رقم اثنين الدايمتر. الدايمتر بتاعنا up to 12 ملي from end to outer wall. بنقيسه from end to outer wall. بعكس مين الكومن بايل داكت كنا بنقيسه from the inner wall to the inner wall. البورتال فيه بنعلق على البيترس بتاعه هو بيترس ولا اوكلودد او ثرومبوست. تمام. وقلنا برضه لازم ناخد عينينا داخل على الثرومبس او في تيشو داخل او في سوفت تيشو ماس او في سمثينج داخل البورتال فين اللي هو ممكن يبقى ثرومبس بنايل او مالين ثرومبس قفل البورتال فين. تمام. بالنسبه للكومن بايل داكت قلنا طبعا السيجنفكتس بتاعت البورتال فين ثرومبوزس ده مهم جدا في المانجمنت اوف اتش سي سي. لو عندي حاله عندها اتش سي سي وعندي بورتال فين ثرومبوزس بحدد اذا كان مين هو الثرومبوز ولا رايت ولا الليفت ولا التريبيوترز بتاعت واحد فيهم عشان بناء عليها قرر العيان ده هينفع يتعمل له موداليتي اوف انترفينشن ولا لا سواء تيس اللي هو كيمو امبوليزيشن او التير اللي هو راديو امبوليزيشن او ترانس ارتيريال راديو امبوليزيشن. فده مهم جدا سيجنيفيكانت بالنسبه لي ان انا اوجه العيان. هتلاقي في حد بعت لك عيان في ناس كتير جدا بعت عيان عنده مين بورتال فين ثرومبوز كل الدنيا رشم اوف امبولاي او ثرومبوزس يعني وبعت له يعمل انترفينشن عشان هو مش اورينتد بالموضوع مش عارف ان ده اصلا بيكابتل ايه الانترفينشن مش هيعمل اي حاجه خاصه للمريض جاست بابين كيلر اند ليفر سبورت. تمام. بالنسبه للكومن بايل داكت اللي هي السي دي دي طبعا دي استراكشر هي بتتكون عن طريق تقاطع الكومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت اللي هي جايه من الجول بلادر بتاخد مكونين من بايل داكت اللي هي بتفتح فيه السكند بارت اوف يودينا عند الامبولا اوف فاتر بعد تقاطع مين البنكرياتيك داكت. الكلينيكال سيجنفكتس بتاعتها مهمه جدا جدا ان احنا رقم واحد بنعلق على الدايمتر بتاعها احنا بنقيسها اب تو 8 مللي ده في النورمال ادلت لو اكتر من كده بنقول دايليتد كومن بايل داكت. طبعا تبقى ممكن تبقى نورمالي او سيرجيكال دايليتيشن دي بتبقى بوست بول سيستمتوم دي اشهر حاجه ولكن اب تو كام 10 مللي وممكن تبقى بافولوجيكال دايليتد يا اما يكون حاجه قافلاها من جوه في اليوم يا اما يكون حاجه زقها من بره او ضغط عليها من بره يا اما يكون حاجه في الوول نفسها او انفلتريشن عن طريق ترانجو كارسينوما او انفلاماتور بروسيس في البرانكيتس. تمام كده. دي الحاجات اللي ممكن ايه تقتل الكومن بايل داكت. اهم حاجه ازاي تعرف تجيبها وازاي تقيسها. الحاجتين مهمين جدا ازاي تعرف تجيبها وازاي ايه تقيسها. وطبعا احنا قلنا الاكثر اكثر مكان نشوفها فيه عند الرايت بورتال فين هتلاقي فيها عروض الكومن بايل داكت معاهم حاجه اسمها ارش كده اسمها الكومن هيباتيك او الهيباتيك ارتري ده اسمها الكورتال ترياد. اوكي تمام. الهيباتيك فينز دي برضه حاجه مهمه جدا احنا بنشوف ثلاثه هيباتيك فينز جايين بنشوفهم تحت الليفر كده هو طبعا مش تحت لا احنا بنصور من تحت لفوق فداخلين في الاي بي سي اللي هو بيكون في الرايت هيبتا اوف ذا هارت في عندي الرايت هيباتيك فين وعندي الميدل وعندي الليفت هيباتيك فين. الرايت هيباتيك فين بيقسم لي السيجمنتيشن بتاعت الليفر الى 7 8 4 2 عشان لما يجي نقول سيجمنتيشن برضه كان في حاجه في الاخر خالص اسمها ليفر سيجمنتس اوف ذا ليفر. رايت هيباتيك فين ادي الميدل هيباتيك فين ادي الليفت هيباتيك فين ثلاث هيباتيك فينز دول بيصبوا في مين؟ بيصبوا في الاي بي سي اللي بيصب في رايت اتريال لما نيجي نعمل كومنت عليهم بنقول هم بيتنت ولا اوكيودد دايليتد او كونجستد ولا نورمال يعني نورمال كاليبر ولا كونجستد او دايليتد لما يكون واصلين لحد السيرفيس بتاع الليفر دي تبقى كونجستد هارت فيلير او لو يكون عيان عنده سيستميك هارت فيلير. تمام؟ يا اما يكونوا نورمالي او كونجستد زي ما احنا قلنا ودايليتيشن احنا في الاغلب ما بنقصهمش قوي بس لكن اللي رافلي بنشوفهم دايليت واصلين لحد السيرفيس ولا لا ونشوفهم نورمال او يكونوا ثرومبوز او اوكيودد او يكونوا اتنيويتد ودي برضه بعض الميديكال ديزيز عندنا بتعمل اتنيوشن اوف ذا بورت اوف هيباتيك فينس او فيوجن البود كاري سندروم والفينوكلوس ديزيز. اوكي دي حاجه مهمه. بالنسبه للانترابيك دايركت دايليتيشن دي نورمالي احنا ما بنشوفهاش في الليفر الا لو في اوستراكتيف جونز يبقى نورمالي بيليال تراكتس موجوده داخل الليفر ما بنشوفهاش الا لو حصل فيه دايلاتيشن. دايلاتيشن على مستوى الانتر هيباتيك دايلاتيشن او الاكسترا هيباتيك دايلاتيشن يعني على مستوى الاكسترا هيباتيك بارت اوف ذا سي بي دي او الانتر هيباتيك نتيجه كومبريشن باي فوكال ريجنز. ولكن احنا مهم جدا بالنسبه لنا نعرف الدايلاتيشن او الليفل اوف استراكشر عشان نمانج لان احنا مين عيان عنده استراكتيف جونجوس ممكن ما يعملوش حاجه خالص. في عيان بيبقى عنده اكسترا هيباتيك دايلاتيشن او استراكشر نعمله مثلا اي ار سي دي وركب له ستنت. في عيان بيبقى عنده انتر هيباتيك اوبستراكشن الليفل بتاع الاي او سي بي ما يكونهاش فنعمل ايه ساعات نعمل اكسترنال درينج من بره اللي هو البيركوتينيس ترانس هيباتيك درينج اسمها البي تي دي. تسمع عن حاجه اسمها البي تي دي؟ البي تي دي اللي هي بيركوتينيس
ترانس هيباتيك درينج، ان هو بيدخلوا بيركبوا ايه الارنب من بره ويدخل في القنوات المناعيه من بره كده بي عن طريق السي ارم، يدخل جايدد ويركب درنقه للتصريف الخارجي للسائل المراري. تمام؟ لان مش عارف يدخل اي ار سي بي، يدخل اي ار سي بي او تبقى فين دي ار سي بي، دي بتبقى موستلي في الكولاج بتاع السموم او في بلانت سكين تيومر هايلر ستراكشر اوف ذا بيلاري باسيلس. اوكي؟ بشوفها شكلها ايه ده؟ ايه؟ البيلاري باسيلس انا بشوفها. انا بشوف دايلاكيشن انترا باسيلس. احنا قلنا طبعا نورمالي لاقي في بورتال فين، لو لقيت تيوب جنبه على طول يبقى دي مين؟ بيلاري باسيلس. بس اسمها دبل باريل ساين زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. عندي بورتال تراكت اسمها بورتال فين، وعندي بيلياري تراكت. لما الاقي تو تيوبز باريل تو ايتش اذر والعيان يكون سيمتوماتايزنج عنده جوندس، فموستلي عنده اوستراكت جوندس، بعمل له ام ار سي بي هو الماجنتيك ريزونانس كولانجيو باكتيرياتوجرافي، لو ام ار سي بي عشان يصور لي البيلياري لاتس كلها واشوف الليفل اوف اوبستراكشن، بناء عليه احدد ايه الموداليتي اللي انا ممكن اعملها. هل ده ممكن يعمل اي ار سي بي ويز انترنال ستيمتنج، ولا يعمل اي ار سي بي ويز اكسترنال ستيمتنج اللي احنا بنسميها بي تي دي. اوكي؟ تمام. بعد كده الفوكال ليجنز طبعا دي قصه وحكايه كبيره جدا اللي احنا قلنا هنتكلم عليها بالتفصيل، نبعت لكم السكيما بتاعتها عن طريق الباوربوينت. ان احنا فوكال ليجنز في الليفر كثيره جدا، تنقسم الى بناين ولا مالجنانت سوليد ولا سيستيك، وبنعلق على الفوكال ليجن رقم واحد، بنعلق على السايت بتاعه سايز